بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح يتم شرح موضوع non-pipelined وال-pipelined وإيجاد الفرق بينهما. non-pipelined هذه الفكرة كانت مطبقة وموجودة في المعالج 885 مايكرو بروسيسور، اللي طبعا كان إنتاجه قبل إنتاج المعالج 886. احنا في المحاضرات تكلمنا على المعالج 886. في المعالج 886 طبقوا به فكرة البايبلايند. فكرة النون بايبلايند، النون بايبلايند هي عملية تنفيذ رعازات يكون بشكل متسلسل، يعني يتم جلب الإعاز الأول وتسمى هذه بفيتش، ثم بعد ذلك أي بعد ما نجلب الإعاز الأول يتم تنفيذ الإعاز الأول. عندنا ذاكرة ميموري، الميموري طبعا يكون بها مخزون البرنامج اللي هو مكون من مجموعة إعازات، وطبعا هذا الميموري تربط مع المايكرو بروسيسور سواء كان 885 أو 886. أنا راح أتكلم حاليا على الـ 885. راح عملية جلب الإعاز من الذاكرة تسمى فيتش، هذه تسمى فيتش، ثم يتم تنفيذ هذا الإعاز داخل المايكرو بروسيسور. إذا يتم تنفيذ هذا الإعاز داخل المايكرو بروسيسور مثل ما قلنا في المعالج 885 يجلب الإعاز الأول ثم ينفذ الإعاز الثاني، العفو، ثم ينفذ الإعاز الأول، بعد ذلك يجلب الإعاز الثاني ثم ينفذ الإعاز الثاني وهكذا. إذا أرسمها بشكل مع محور الزمن راح يكون عندي هذا هو خط الزمن، راح يكون عندي فيتش الإعاز الأول، تنفيذ الإعاز الأول، بعد ذلك فيتش الإعاز الثاني، بعد ذلك تنفيذ الإعاز الثاني وهكذا. يعني لو قلنا الإعاز الأول تنفذ، العفو، جلب بفترة زمن 1 مايكرو سكند ونفذ بواحد مايكرو سكند، ونفس الحالة الإعاز الثاني جلب بواحد مايكرو سكند ونفذ بواحد مايكرو سكند، راح بعملية تنفيذ الإعازين راح احتاج إلى 4 مايكرو سكند. أما بالنسبة للبايبلاين اللي هي طبقت بالمعالج 86، الآن راح يكون عندي البايب لايند اللي هي طبقت طبعا بالمعالج 886، فما بعد، يعني كل المعالجات تعمل بهاي الفكرة البايب لايند. البايب لايند طبعا العملية تكون أسرع، يعني عملية النقل جلب الإعاز وتنفيذ الإعاز، وخلال تنفيذ الإعاز يجلب الإعاز الثاني وهكذا، فتكون بهالشكل هذا. راح يكون عندي فيتش للإعاز الأول، وخلال تنفيذ الإعاز، العفو، خلال تنفيذ الإعاز الأول يتم عملية جلب الإعاز الثاني، وخلال تنفيذ الإعاز الثاني يتم عملية جلب الإعاز الثالث، وخلال تنفيذ الإعاز الثالث يتم عملية جلب الإعاز الرابع وهكذا. execute 4، وخلال execute 4 يتم عمل fetch للإعاز الخامس. لو لاحظ هنا في هاي، إذا جينا وحسبنا الزمن بهاي الحالة،
نفرض أنه لاحظ تم تنفيذ واحد اثنين ثلاثة، تم تنفيذ 4 إعازات وجلب الإعازة الخامس بس ما نفذه. نفرض هذه الفترة الزمنية مقدارها مثلا 5 مايكرو سكند. إذا قارن هذا بالمعالج اي تي هذا المعالج اي تي اي تي 6، إذا قارنه مع المعالج اي تي اي تي 5 راح طبعا على نفس الخطوط أو نفس التقاطعات في محور الزمن، راح يكون عندي بالنسبة، أنا راح أتكلم على فكرة النون بايبلايند، النون بايبلايند اللي موجودة بالاي تي اي تي 5، راح يكون عندي جلب الإعاز الأول وتنفيذ الإعاز الأول ثم جلب الإعازة الثاني ثم تنفيذ الإعاز الثاني ثم جلب الإعاز الثالث. لو لاحظ في نفس الفترة الزمنية هذه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعالج اللي هو AT85 اللي يعمل بفكرة النون بايبلايند. نون بايبلايند هذه أيضا 5 مايكرو سكند، ولكن لو لاحظ بالمعالج 8086 استطاع أن ينفذ إعاز، الإعاز الثاني، الإعاز الثالث، الإعاز الرابع، نفذ 4 إعازات وجلب الإعاز الخامس، بينما بالـ 8085 نفذ فقط إعاز الأول والإعاز الثاني وجلب الإعاز الثالث ولم يكمل تنفيذه. إذا لو لاحظ الـ pipeline اللي موجودة بالمعالج 8086، هاي الفكرة يعني جعلت هذا المعالج ينفذ إعازات أكثر بنفس الفترة الزمنية. وشكرا لإصغائكم.